بصوته الدافئ وأدائه المتميز وحضوره الهادئ، مما جعله يأسر قلوب صالون منابع المنبثق عن المنتدى الثقافي والاجتماعي بسلا، ليؤكد لنا بأن الأصالة الفنية باقية. إنه الفنان محمد بنغا. نتوقف يا سيدي أمامك لنسمع للحن ونغمة، ولن تغادرنا قبل أن تجود علينا من وجدانك الأنقى. فاللحن يذوب بين يديك الآن، نعم يذوب، بل يطير فراشة. فاسكب ولا تهدأ، أسكب يا سيدي لنا من أحلامك وآمالك.